زي ما انتوا شايفين، زي ما انا عدلت، زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا هعدل، فانا كل اللي عملته اني خليت الايدجز اللي انا محتاجاها تبقى كريزد باستخدام شامفر، اداة شامفر للايدجز، وظبطت كده اماكن بعض النقاط. وانا هنا مهتمة بان انا اقول لكم انه ما تعملش اي تظبيط غير دلوقت، يعني الجزء ده ما تلعبش فيه تاني بعد كده لما تعمل له كوبي، لا ده هيبقى فيه بقى باك فيسنج وهيبقى فيه نقط من ورا ومن قدام. احنا دلوقتي شغالين على فراغ، فلما بنستخدم الريكتانجلر سيليكشن حلو جدا معايا وشغال كويس، فظبط الموديل ده تماما قبل ما تبدا الجزء اللي جاي اللي احنا هنشتغل فيه. طيب عشان ابدا اعمل كوبي انا محتاجه اظبط البيفوت بوينت بحيث اخليها تيجي في النص عشان لما اعمل سيمتري يروح الناحيه الثانيه. فهروح للفرونت فيو، اضغط اف او من المربع اللي فوق ده الجزمه، وهروح للهيراركي بيفوت وافكت بيفوت اونلي، واسحب البيفوت بوينت واخليها جايه في النص كده، في نص الشكل الوسطاني، بحيث ان السيمتري يبقى في مسافه فاصله ما بينه، بدل ما اقعد افصلهم واشد واسحب واعدل. البيفوت بوينت لازم اكون عامله سيليكشن للاوبجكت. اوكي وابدا ان اسحبه كده، انا مش عامله سناب لاي حاجه. اوكي ماشي، هسحبه في النص بس كده تمام. هطفي افكت بيفوت اونلي فيتشر وابدا ان اعمل سيمتري، الغيها كده، ومن قائمه موديفاي من الموديفاير ليست هستخدم سيمتري، وانت بيبقى مديك مجموعه من الاكسس تشتغل عليها، انت هتشتغل على الزي اكسس. طيب طبعا شايفين في كده بس حته دورانه لان انا الاساسي عامله له روتيت، فهعمل ايه؟ افصلهم، احول الاوبجكت كونفرت تو اديتابل بولي، وهتعامل مع كل واحد فيهم، هو الجهاز نفسه البرنامج بيتعامل مع كل قطعه منهم على انها element، فهستخدم الاليمنت مود اللي هو المكعب اللي على اليمين، وابدا ان انا اظبط بس ايه الروتيشن بتاع الاوبجكت ده ومكانه، مش اكتر من كده. ننزله لتحت شوية ونقربه منه، لان انا مش ناوي استخدم بريدج، انا هستخدم الويلد. البريدج هيخليني اضطر اعد النقاط، وانا بصراحة مكسلة اعد النقاط وانهم يكونوا قد بعض من الناحيتين. احنا واحنا ماشيين بنعمل الويلدنج، بتهيألي دي عايزة تعمل لها روتيشن تاني، حاجة بسيطة. واحنا ماشيين اثناء الويلدنج محتاجين كات، هنعمل كات، محتاجين نمسح ايدج عشان نخلص من الفيرتكس بتاعتها، هنعمل كده واوريكم دلوقتي ازاي. طيب دلوقتي انا عايزه اشتغل معاهم هما الثلاثه مع بعض، فمحتاجه استخدم خاصيه اتاتش، فهسلكت الاوبجكت اللي في النص ده في الاوبجكت مود، مش في اي مود من اللي تحت دول، مش في دول، لا اتاكد ان انا شغاله في الاوبجكت مود، ان انا بسلكت الاوبجكت، واستخدم اتاتش واضغط عليهم واقول له اوكي. كده هما التلاتة بقوا اوبجكت واحد، كده اي شغل هشتغله هيأثر عليهم كلهم. فعشان كده قلت لك في الاول تنظف اي مناطق للنقط انت عايز تظبطها قبل ما تشتغل. انا هعمل التارجت ويلد من الشمال لليمين ومن الناحية التانية برضو من الشمال لليمين، يعني ايه؟ يعني القطعة اللي في النص هي اللي هتروح للقطعتين اللي على الجوانب، لان الاتجاه بتاعهم مستقيم اكتر، الحد بتاعهم الفاصل الايدج بتاعتهم مستقيم، فانا هسحب النقطة دي واخليها ايه ويلد الناحية التانية، يبقى رايت كليك واقول له تارجت ويلد واوصلها بالنقطة اللي قصادها. طيب اللي بعدها سوري انا خدتهم مع بعض هما التلاتة، تارجت ويلد واوصلها باللي قصادها. طيب هاجي هنا بقى هوريك حاجة، انت هنا عندك نقطتين منهم ايدج زيادة، طب انا عايزة انهي فيهم؟ لا انا محتاجة الاتنين، يبقى مش هينفع ان انا اوصلهم كده ببعض، هيبقى غلط على الشكل اللي انا محتاجاه. فهعمل ايه؟ هعمل ايدج اضافيه، والحاجات اللي انا مش محتاجاها هي اللي همسحها. فانا هنا مثلا هوصل دي بالنقطه الاولى، واستخدم اداه كات واعمل كات زياده في القطعه اللي على الشمال او في البوليجون اللي على الشمال، فهستخدم اداه الكات، هقول له رايت كليك وكات، طبعا دي هنوصلها بهنا بدي، وهوريك اللي في النص دول. انا عندي كده ثلاثة فيرتسز، هخلص من اتنين وهخلي واحدة. طب الواحدة اللي هخليها دي هعملها ايه؟ هعملها كات اضافية. طيب
هستخدم اداة كات هنا رايت كليك، خليني الاول اسحبها اقرب منها عشان تشوفوها. انا النقطة الرفيعة دي هي اللي عايزة اعملها ايدج، فهقول له كات واجي قصادها كده واعمل هنا ايه كات اضافية، والنقطة بتاعتها هتتوصل بالنقطة اللي عندي هنا كده. انا حليت المشكلة دي. طيب التو ايدجز دول مش هيفرقوا معايا في حاجة، لو بصيت عليهم في مكانهم، انا بس عايزة اضغط رايت كليك تاني عشان اخلص من اداة الكات، في مكانهم كده ده مش هيفرق في حاجة، فكنترول باك سبيس عشان اخلص منهم، ولازم ما يكونش في فيرتسز ما بين كل تو ويلدنج، كل عملية ويلد ما يكونش في فيرتسز في النص، والا الاوبجكت هيبقى مفتوح، هيبقى في اماكن مفتوحة. انا هكمل عملية الويندنج بنفس الطريقة، الحاجة اللي انا محتاجة اعملها كات هعملها، الحاجة اللي ممكن امسح لها ايدجز همسحها. في الفيديو اللي جاي هنعمل الجزء الخلفي ده، نعمل له اكستروجن، ده سهل جدا مش هياخد مننا شغل، وهنركب ده بقى هنعمل ايه انهايد اول، ونبدأ نرجع للقطع القديمة بتاعتنا، وخليكم معنا.